إذن مشاهدينا السلام عليكم. في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم من الزنقة واحد بحي السعادة. الزنقة اللي معروفة عند الساكنة ديال المدينة المحمدية، زمان كان فيها السوق، كان السوق واصل حتى الزنقة هذه. على العموم الموضوع ديالنا هو الهوتة. الهوتة ومن لا يعرفوه بمدينة المحمدية وخارج مدينة المحمدية، اللي ديما كيجيب الجديد في الأحذية الرياضية، في الملابس الرياضية، في الدودون، في الجاكيت، بزاف ديال الأمور. غادي نخليوه الناس اللي ما عارفينوش وهما قلال قلال، غادي نخليهم يعرفكم براسو وبالمحل ديالو وآخر مجدة في عالم الملابس ديال الرياضة. سي الهوتة، السلام عليكم. السلام عليكم. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة تحية خاصة عند خوكم الهوتة شخصيا، معكم الهوتة شخصيا من السعادة محمدية. كنشكرو محمدية بريس هذا واجب على هاد الالتفاتة اللي جاو عندنا حتى المحل ديالنا، المقر ديالنا الهوتة في السعادة في الزنقة واحد. وكما كتعرفوا الشارع مختار السوسي. وتحية خاصة للحويفي حاج الحويفي، أحسن جزار في العالم. غادي نعاودو نرجعو عندك الشوا الكبدة الكفتة التقلية كلشي كاين، المهم غنعاودو نرجعو. بالنسبة للسلعة كاين الدودون، كاين الجاكيطة، كاين الجيري، كاين السبرديلات، وأي حاجة بغيتيها موجودة. إذا ما نطولوش على المشاهدين، نخرجوا فتحنا لهم الشهية باش يشوفوا هاد الهوتة هادي. وهاد الهوتة راه ماشي بحال جميع الهوتات، لا الهوتات. تفضل تفضل تفضل. هذا هو المحل ديال الهوتة. المحل ديال الهوتة كما كتشوفوا هو هذا، عقبلوا علينا وصافي. لا لا، محلكم المتواضع هو هذا، وحنا راه في الخدمة ديالكم في أي وقت، أي حاجة بغيتيها دوز أخويا عند الهوتة شخصيا. السعادة الزنقة واحد غتجيك في 24 ساعة. بالنسبة للدودون، الجاكيطة، ولا التيشورت، الشورت، أي حاجة نجيبوها لك أخويا بثمن مزيان. حنا مع الدراوش، عندك ولا ما عندكش غتجي عندي مرحبا بك. المهم عندنا حنايا هو البس وقيس وتفركس بأحسن ثمن وبأرخص ثمن. وواحد المسألة أخرى الدراري باش نوضحها لكم، بالنسبة للدراري اللي كيسولونا على الأوريجينال، حنا كنخدمو في كوبي في كاليتي مزيانة. كاين واحد لاكاليتي اللي هي مزيانه، ما غنكذبوش على الكليان، ما غنقولوش ليه هذه راه اوريجينال وهي ميطاسيون. حنا دابا تنهضروا على المحل ديالنا، ما تنهضروش على شي محل اخر. حنا المحل ديالنا الامتيازات ديالنا حنا معروفه هنا في محمديه ولا في العالم كامل بالنسبه للدراري ديالنا اللي عارفيننا وكيتقدوا عندنا. اي حاجه غنجيبوها لكم لاكاليتي مزيانه المليحه، الكوبي لاكاليتي المليح وبثمن خيالي. نبداو باش نبداو على نوريكم المنتوجات اللي كاينين، ونبداو بداك الشيء اللي كاين دابا الحمد لله. نوريكم السلعه اللهم بارك، ومرحبا بكم كاملين. نبداو دابا بهاد الجاكيطات هادو اخر ما جات. عطينا الجديد الجديد اخويا في الدودون. كاين هاد الدودون هادو ها هو. وتحيه خاصه لسكان السعاده كاملين واحد واحد، صحاب محلات تجاريه كاملين اللي كاينين في الزنقه واحد. جاكيطات كاين في الانواع بزاف، جميع المقاسات، جميع المقاسات. كاين السمول، الميديوم، لارج، اكس لارج. شحال كيتراو الاثمنه ديالهم؟ كاملين 250 درهم. كاليتي مزيانه، بون كاليتي، كاليتي مزيانه، مخدومين، نقيين، لا فينيسيون، التوب ديالهم مزيان اللهم بارك. الدراري اللي كيتقداو عندنا راه عارفين شنو كاين، وفيسبوك ديالنا راه معروف ياسين هوتا، الباج ديالو راه معروفه عالميا، الانستغرام هوتا برو، والتليفون ديالنا 06 23 72 21 20. اي حاجه بغيتيها غتصيفط ليا الواتساب، التصويره اللي بغيتي الغد اللي غتجي تاخذها بلا ثمن. الواتساب ديالنا 06 23 72 21 20. الهوتا شخصيا معروف عالميا، اي حاجه بغيتيها اخويا مرحبا بك، دوز عند الهوتا يجيب لك السلعه بثمن خيالي. اي حاجه بحال شي فان جيبوها، كانت في المغرب غندخلوها لك من هنا، كانت في اوروبا غادي نعيطوا في تليفون، غتصبر سيمانه غادا تدخل. المهم سلعتك موجوده، قياسك عندي يعني مضمونه، والثمن خيالي. حنا ديما مع الدراوش، عندك غتلبس ما عندكش غتلبس، لبس وتفركس. والشعار ديالنا هو لبس وتفركس بارخص الاثمان وبارخص الاسعار. والحمد لله الدراري اللي كيتقداو عندنا واللي كيعرفونا راه عارفين المكازا، عارفين السلعه ديال المكازا، عارفين لاكاليتي اللي كيبيع لها شخصيا. مجربين الدراري سنين وسنين واعوام واعوام. وبالنسبه للدومين باش يلاه بدينا فيها الدراري باش نتفاهموا، حنا راه قدام في الدومين هذا، غير جداد في المحمديه. الدومين ديالنا هذا حرفتنا من القديم، ازياد من 20 عام. الدراري اللي كيعرفونا في الدار البيضاء راه عارفين الهوتة شخصيا، وعارفين الملابس اللي كيبيع الرياضيه، وعارفين الدودونات ديالو، وعارفين السلعه ديالو اللهم بارك. رجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الجاكيط. الجاكيط الحمد لله هي موجوده بثمن خيالي،
اللي هو 250 درهم. هذه الثمن ديال شحال؟ 250 درهم، السلعه ديال برا، كلشي السلعه ديال برا. والحمد لله كاينه السلعه ديال اللوكال حتى هي بثمن مزيان، لا كاليتي مزيان، ونقيه ومخدومه مزيان. الثمن ديالها حتى هي غتكون 250 درهم بحال بحال. بالنسبه للسبرديلات، السبرديلات كيطراو حتى الثمن ديالهم على حساب السلعه اللي كتدخل. السبرديلات اخويا، السبرديله اخويا كتبدا من 130 درهم وانت غالي. السلعه الدراري عارفين غاليه على التعريف، السلعه معروفه غاليه على التعريف بدون بلا ما نهضروا في الماركات. المهم كاين لي مارك بزاف، اي حاجه بغيتيها دوز عند خوك الهوشه، مرحبا بك. نشدوا التحيه عاوتاني للناس ديال سكان السعاده كاملين، واحد واحد الزنقه اللي فيها التجار، والناس المحمديه كاملين، والبيع والشراء ديال المحمديه كاملين. وكنشكروا محمديه بريس على الالتفاته اللي التفتوا للمحل ديال الهوشه الشخص. نعم، غتكون عندهم واحد طومبوله بيناتهم، وغادي يكون الخير ان شاء الله. بثمن مزيان، سلعه نقيه، لا في تبرديله لا في جاكيطه لا في جينات لا في كاسكيطات لا في اي حاجه كتعلق بملابس الجاهزه. نعم نعم. اخر كلمه، اخر كلمه، اخر كلمه للسكان المحمديه ونواحيها. اخر كلمه للسكان المحمديه كاملين، مرحبا بكم سكان السعاده، مرحبا بكم. وكنشكر المحمديه كاملين بالزنقه بالزنقه، بدار بدار، بدرب بدرب، مارشي مارشي، وديما الجديد. ومرحبا بكم كاملين مع الهوته شخصيا. شكرا. عاود قول لهم التليفون، الله يخليك. عاود قول لهم التليفون، عاودوا نشدوا التليفون، نقولوا حدا الباب، نقولوا حدا الباب ان شاء الله. مرحبا، باش الناس يعرفوا. يلا التليفون ديالنا خويا 06 23 72 21 20. شكرا، هو التليفون. شكرا باش حكيم الناس اللي بغيو يعرفوا الهوشه فين جات،
وقف هنا هذه بالنسبه للدراري اللي باغيين يعرفوا الهوته في جات كاين هذا الرونبوان ديال الشلوح اللي هي معروفه في الساحه هذا الرونبوان ديال الشلوح اللي كتكون طالع بحال غادي ريزيدونس مكه بحال طالع درب مراكش الهوته النادي بحال جاي من النادي البلدي وكتطلع بحال غادي للديور ديال مكه بحال غادي للديور هذه الزرقاء غادي تطلع ديال مكه هو زميز ولا صال ديال قريش وبناد المنبر كنحيو خونا قريش لاصال ديال قريش اللي معروف عالميا اللي بغى يتريني راه كاين لاصال حدانا حنا مرحبا به لاصال تبارك الله بلا ما نقول لكم راه مولا تبارك الله راه رياضي وراه معروف في الصعيد الوطني وفي الصعيد ديال محمد مرحبا لا الناس في المحمدية في الكفاءات في جميع المجالات في الرياضه لا في الثقافه لا في التجاره لا في المجالات ديال الكتابه لا في الفن لا في الرسم الدراري تبارك الله هنا كلشي كومبيتون كلشي تبارك الله عليهم اذا بعد قليل اقل من خمسه ديال الدقائق تابعونا في بث مباشر اخر واللي غادي يكون مفاجأة لكم في هاد الزنقة هادي هاد الزنقة الجميلة والرائعة بعد قليل تابعونا ما تمشيو بعيد بقاو معنا شارجيو التليفونات ديالكم هاد الليلة خويا شارجي التليفون معاك الهوتة شخصيا خلي تليفونك مشارجي كاين مفاجأة خلي تليفونك مشارجي وهذه تحية لكم كاملين واحد شكرا. واحد شكرا.